حي الصباح لكل أصدقاء الصباح، كل المنضمين لمتابعة صباح الشروق في ساعاته الثانية والتي اعتدنا أن نبتدرها دائما بأبرز العناوين في الشروق نت. نرحب بالأستاذ رحاب طهر رئيس تحرير صحيفة الوفاق، مرحب بك وصباح الخير. يا مرحب بكل مشاهدي فضائية الشروق. مرحبا بك أستاذ رحاب، عدد من المواضيع والعناوين نناقشها معك إن شاء الله وردت في موقعنا الإنترنت الشروق دوت نت. واحد من هذه العناوين فوكيل وزارة الإعلام بعد ساعات من تعيينه عبد الماجد هارون، يعني هذا الأمر ما هو تحليلك له؟ يعني هو شو بدي انطباع مؤشر ما مطمئن انه البلد يعني حتمشي لخير، لأنه كونه تحفي في تحفي وكيل وتعين وكيل ثم تحفي وكيل في ساعات، معناها المجلس العسكري الجديد ما عنده رؤية واضحة. اثنين، معناها برضو الضغوط من داخل الميدان كبيرة، وده يعني مؤشر غير سار وغير مريح، لأنه لما في أي حكومة في الدنيا لما تدور تعين بتستعرض السيفي بتاعت أي مرشح مرشح، وبعد ذاك بتختار الأفضل. طالما أنه التغيير الذي يمضي حتى الآن في اتجاه إبعاد الإسلاميين، عبد المجيد طبعا معروف أنه دول تولى وزارة الإعلام وكان مستشار لرئيس المجلس الوطني وعمل برضه في أمانة الإعلام في المؤتمر الوطني، كل هذه كانت يعني كانت كافية لإبعاده إذا كان إبعاد الإسلاميين ذاته يعني ممكن يكون فيه خير للبلد. وانا شايف الحديث عن الدراسه دي ذاته للسيره الذاتيه زي ما ذكرت، خاصه انه هو تبرير المجلس العسكري الانتقالي جاء في حديث عن انه هو لم يكن يعرف خلفياته السياسيه. عشان كده يعني انا برجح انه التحول الحاصل ده ما عنده، ما في عقل سياسي. العقل السياسي ما هو ديل ضباط جيش وطنيين ما في بشكل وطنيتهم، لكن لما يكون في عقل سياسي انت وانت بتعمل تعيينات زي دي، العقل السياسي هو اللي بيبحث لك عن ال، يعني حتى 30 دي لما جات يعني في 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 الخرطه الاولى بتاعه تعيين الوكلاء والوزراء واضح انه كان في عقل سياسي، من كده حتى الوجوه ظهرت في الوزاره يعني كانت بتدي خرطه للسودان، يعني ما بتكشف ذاته حتى بتقدر تخفي شنو هويه الانقلاب، عشان كده واضح انه ما في عقل سياسي، واذا ما كان اذا ما في عقل سياسي بيدير الامر بيحصل تخبط اكثر. وصلنا يوم بكره فيه حاجات كثيره بتحصل ان شاء الله. عندنا عنوان اخر في شروق نت، البرهان يحفي مروح، اللي هي دي نفس في اطار نفس الخبر، والحديث عن خلينا نتكلم عن الجانب اللي انت تذكر به حديثك عن يعني تجمع المهنيين. الان يعلن بانه غدا ان شاء الله حيكون في حديث عن مجلس سيادي يعلن من خلال القياده، فخلينا برضه نتكلم عن جانب ده المجلس السيادي المدني. طبعاً دي برضو أول حادثة في التاريخ، إنه في مجموعة معينة بسبب ضغوط كثيفة وحصلت في الميدان وفي الاعتصام، إنه في مجموعات معينة الآن تحاول أن يعني تمسك بزمام الأمر وتفرض على أهل السودان كلهم واقع جديد. طيب إذا كان في مجلس عسكري، نحن عندنا تجربة طبعاً في السودان إنه المجلس العسكري بيجي في فترة انتقالية، يعني عندنا تجربة يعني كثير من البلدان سارد عليها في 85، انه لفترة مؤقتة، ثم واثناء الفترة بداية الفترة في الشهور الأولى أو في الشهر الأول بتتشكل حكومة مدنية، يعني حتى المزايدات اللي حصلت في الأيام الأولى انه نحن دايرين حكومة مدنية، معروف انه المجلس العسكري يعني بيشكل حكومة مدنية، فحصل انه لما ربنا يرحمه سوار الذهب استلم السلطه في 85، بعد شهر شكل حكومه برئاسه الجزور طبعا الله، والكيانات اللي كانت موجوده الوقت ذاك بدون عزل في الشارع بدون عزل لاحد ساهمت في تشكيل الحكومه، عشان كده الامر بدا بمزايدات. الان هم بيلعبوا في ملعب خطر جدا، تجمع المهم بيلعب ويستفز الجيش القوات المسلحه، يعني يستفز الجيش بانه يحاول يعلن مجلس سيادي وحكومه دول مشاورات، لانه اخر اجتماع ضم اللجنه السياسيه كان واضح جدا انه اللجنه السياسيه قالت بوضوح انها امشر الشيوخ لنا رئيس وزراء مستقل. ودي طبعا كانت ممكن تبقى بدايه خطوه لتعاون لقدام، لكن انت الان تحاول تعمل مجلس سيادي ودون ان تنتبه للمخاطر اللي ممكن، خاصه انه برضه في يعني نحن لنا اسبوعين
الحياة غير مطبعة حول القيادة العامة، يعني أي مواطن مهما كان رأيه الآن بيعاني في العبور إلى مكان عمله أو المستشفى وكذا، ودي برضو مؤشر لأنه يعني لأن الأمن ما في يد المؤسسات الأمنية للشرطة ولا الجيش ولا المؤشر، يعني خطر جدا. يمكن أنا تحليلي إنه الخلافات في تجمع المهنيين والحوار ولا القوى الأخرى هي التي دفعتهم إنه يعني ينقل الكرة لملعب المجلس العسكري، بدلا من أن يتفقوا حول رئيس وزراء يريدوا أن يضغطوا في اتجاه آخر حتى يخفوا خلافاتهم. ده واضح طبعا خلال الأسبوع. طيب هو نحن في حسابات عن إخفاء الخلافات قد يختلف عليها البعض، لكن يعني الحديث دائما أنت الآن تتحدث عن مجلس سيادي عسكري أهميته وفقا للمفروض، المفروض هذه يعني ممكن تكون عندها ضوابط، نحن لابد أن نبرر هي المفروضات، ما ممكن تكون هي من الفهم أنه الحقبة التاريخية فقط. لماذا مجلس سيادي عسكري في هذا الوقت؟ وذاته برضو من حسنات من المجلس السيادي المجلس العسكري ده في أول أيام قال في الأول طبعا قال عامين، بعد فترة انتبه قال عامين على الأكثر، معناه عنده استعداد ممكن يسلم الحكومة في 6 شهور أو في عام كمان على سؤال الدهر. إذا المجلس مستعد يسلم في أقل من عامين وأنت والخط هناك بيقول 4 سنوات، ليه أنت مستعجل عليه؟ أكبر تفاوض المفروض يكون يقول لي العامين كتار، السنة ذاتها كثيرة، لكن بإذا أنت تكون جاهز القوى السياسية تكون جاهزة لترتيب الحكومة المدنية وتكون جاهزة برضو للانتخابات، لأنه برضو الواضح أنه في سنوات وضحت التجربة حتى في تجربة 86 وضح أن الحزام ما كانت جاهزة، والآن برضو بالحاصل الآن في الشارع في المعارض واضح أنه الحزام ما مستعد لتكون حكومة انتقالية لا لا حكومة انتقالية ولا الانتخابات. وطبعا أصل أنت عشان تمشي لقدام أنت تعمل انتخابات. الجهة المرتبة للمظاهرات أو المؤثرة في الترتيب والتنظيم قالت 4 سنوات وغابلة للتمديد، معناها هي غير يعني راغبة في إنه الأمر يرد للشعب السوداني، لأنه برضو نتكلم بصراحة أكثر إنه يعني صحيح إنه الآن تدافع كبير جدا في الميدان، لكن أنت هل عندك القدرة تنظم الناس زي في أحزاب وتعمل انتخابات عشان يحملوا نفس البرامج ونفس القضية اللي هم مقتنعين بها؟ وده أكبر خطر، هم عارفين إنه الناس الشباب دي لما كل ذا يرجع ما عنده علاقة، معظمهم ما عنده علاقة بالأحزاب دي، خاصة الأحزاب القديمة والأحزاب الأيديولوجية، عشان كده هم محاولين يحكموا بشرعية اسمها شرعية الاعتصام. شرعية دي المخرج الآن يعني الشباب في الاعتصام في القيادة دي زي ما أنت ذكرتها، بالنسبة لهم الآن كل الأحزاب القديمة هي أصبحت كروت محروقة، يفتكروا كل من شارك في الحكومة السابقة من أحزاب الحوار الوطني من الحركات المسلحة ما عنده شيء تقدمه الآن للشعب السوداني، يعني لأنه في الفترة السابقة كنا إحنا بنقفز من أزمة إلى أزمة أخرى، ربما يكون الحال عن قوة التغيير والحرية والتغيير، يعني هذه وجهة نظر بعض الشباب اللي هم ما عندهم علاقة شديدة بالسياسة. ما هو المتوقع الآن يعني غدا إن شاء الله؟ المخرج للشباب إنه الزمن الغالي ده بيضيعوا من عمرهم وبيضيعوا بين الناس الماشيين للمستشفيات وكده يقضوه في حوار موضوع في النجيلة دي، الحوار الموضوع هو الشيء تحليل الأحزاب دي بغض النظر قديمة وجديدة وإيدولوجيا. اثنين هم برضو يفكروا في المستوى بتاع البادهون كشباب ممكن يتبقوا على حزب، وهم الشباب هو الأحزاب القاعدة دي بتستوعبهم قديمة وجديدة، مثلا هسه حزب المطور السؤال ما هو حزب مطور حزب شاب ناهض ما بكلام، هل بيقنعوا انه يدخل فيهم؟ هل عندهم القدرة بامتداد برضو بالمناسبة السودان ده ما الخرطوم بس في ولايات عندها اعتقادات في ولايات عندها، لكن التأثير الأكبر في الخرطوم يعني صحيح المسؤول. صحيح التأثير الأكبر في الخرطوم وصنع المشهد ذاته، لكن هل مثلا حزب المطور السوداني ده هسه لو مشيت لأي واحد من ولاية دارفور أو ولاية الشرق أو ولاية الشمال بتلقى حزب المطور عنده وجود حقيقي؟ مشيت عملت استطلاع في ولاية جنوب دارفور بتلقى حزب المطور السوداني 100,000 من 2 مليون الحقيقة نحن كل أحزابنا السودانية، لأنه نحن يعني بنعاني من هذا التفتت الأصبح والانفصالات المختلفة في الأحزاب، والآن بنعاني يعني هي واحدة من التحديات حتى في تكوين الحكومة الانتقالية، عشان ما نعبر هذه المرحلة ممكن تكون هي مشكلة الأحزاب المتعددة. ولكن الشباب السوداني يعني ممكن أعلن للجميع بأنه هو على درجة من الوعي وصولا لهذا المرحلة نحن بنتحدث عنها. جانب مهم يعني يمكن يكون هو تحدي أيضا بالنسبة للشباب التمثيل في الأحزاب، أو جانب لأنه يكون هناك
احزاب للشباب بشكل يعني منفصل، ولكن دائما نتكلم عن يعني الحزب المنفصل ممكن يكون هو يعني شكل جديد لتعدد الحزبي، يعني احنا دائما بنعاني منه تحديات جديده ايضا. صحيح، هو اوباما اصله هو طبعا الغالب الشباب ده رغم عدم ايمانهم بالقديم جزء منهم بيلقى رقبته بعد ذاك في الاحزاب القديمه او الجديده او المتجدده، لكن اذا باقي الشباب كلهم يعني ما مقتنعين بالاحزاب القديمه الاحزاب الجديده دي ممكن ما في ممكن ما يكون يعني الناس برضه يقول لك حزب الشباب ما في حزب شباب، لكن اي اسم يتبقوا حوله هو برضه ما في شعارات يعني كويسه، شعارات كويسه السودان وكده يعني يتبنى الشعارات دي وتبقى الشعارات دي تتحول لبرامج، يعني ممكن يكون بعد ذاك اي حزب سموا العداله سموا التنميه سموا الحريه اي حزب، لكن في النهايه هم طالما مقتنعين ما في التطور العالم ده كله انه ما في بلد بتتبني غير باحزاب، يعني انت تكون في كيانات وعندها وعي وعندها وطنيه برضه. طيب ننتقل لموضوع اخر في هذه الجوله، المجلس العسكري الانتقالي يوضح ملابسات اقاله وكيل وزاره الخارجيه، يعني الموضوع ده طوالي حيخلينا نرجع لواحده من الافكار كنا بنتداولها كثير، يعني السودان فيها محور من المحاور الدوليه، وهل حنتبع هذه السياسه والله حنخليها؟ يعني الان في هذه الفتره الانتقاليه كيف ترى وضع السودان مع المحاور والتجاذبات الدوليه؟ هو طبعا فعلا الاحفاده وقبله اللي هو الامر المرتبط بانه زياره وفد قطري كانت قناه الحدث تقريبا هي اللي اعلنت الخبر ده، بعد ذاك كان في جدل انه زاره ولا ما زاره. طبعا زيارة دبلوماسيين بيعرفوا زيارة أي وفد مهما كان في ظروف عادية وظروفه بيمر بيبسط، لكن وزارة الخارجية دائما هي اللي بتكون بتنسق الزيارات. ما أظن وكيل الخارجية ما مدرك لعمله ولا الدبلوماسيين اللي قاعدين في الخارجية سواء سافرنا في قطر ما مدرك لعمله بأنه الزيارة ترتب كيف أو كتابين أو يزوروا أو ما يزوروا. لكن المجلس العسكري يتكلم على انه هم ما كانوا على علم بهذا الامر، يعني ولا بالبيان الصدر، اذا كانت دي السلطه الاولى الان في السودان ما على علم انت بتشتغل عليها اساس. صحيح انه ربما لازم المجلس العسكري باعتباره هو الان مجلس سيادي او قياده الدوله يكون على علم، لكن برضو ادى مؤشر ثاني انت الان السودان بدا يشتغل في محور الامارات السعوديه مصيف، وده برضه بدي مؤشر للمجلس العسكري، يعني بدي انطباع عن المجلس العسكري الانتقالي انه الان بيسوق البلد في اتجاه محور مش غير مرحب به، هو السودان ده كله يعني، وده ما يحمد للرئيس البشير محمد بن بكر كلمه حق انه رفض في طوال الفتره دي يتمحور في اي محور مهما الاغراءات اللي اتعملت للبلد، يعني السودان الرئيس يمكن تحدث لعدد من الصحافه تحدث في عدد من اللقاءات، الرئيس السابق المشير عمر البشير تحدث انه عرضوا عليه ذات العرض الان اللي عرض للسودان من لحظه انه يمد السودان بما يحتاجه من وقود وقمح ودواء وغيره من، والمهم لكن استاذ رحاب في الاخر هي المحصله، يعني احنا دائما يعني نتكلم عن يعني اصطفاف في جانب او عدم الاصطفاف او غيره، لكن احنا دائما نهتم بالمحصله لهذا العمل في الاخر، يعني السودان في المرحله السابقه مع كل ما تحدث عنه عن عدم الاصطفاف عن غيره من وصلنا لمحصله قد تكون هي بالنسبه للجميع فيها مشكلات مختلفه وادت لهذه المشكله نحن نتحدث عنها اليوم وعن لهذه المرحله الجديده نتحدث عنه اليوم في هذه المرحله. يمكن الآن الجميع يتحدث وما في دولة في العالم هي حتنفصل من المحاور المختلفة عن القومية الموجودة وغيرها، السودان أين يجب أن يقف؟ السودان يجب أن يعني يحافظ على استقلالية القرار دولة، ودي مسؤولية المجلس العسكري الانتقالي الحالي في الفترة دي، لازم تكون أنت قرارك مستقل، ما في زول يملي عليك، وده ما حافظ عليه أنا بكررك الحمد لله ما حافظ على الرئيس طوال عهده، رفض انه القرار السوداني ده يكون في يد امريكا والله في يد الامارات ولا في يد السعوديه، وحق السودانيين يكونوا واعين بالحكايه دي. الان بيحصل محاوله لجرنا لمحور، صحيح انه يعني قد السودانيين دي ينعموا بالعيش والدولار ينخفض وصفوف الخبز تنقبض، لكن هذا ليس في مصلحه السودان، لانه برضه ما غنى عن هذا الانقاذ 30 سنه، في السنوات الاخيره بدات في روح بتاع اعتماد على الذات، يعني الناس يشهدوا انه في كان موسم الصيفي والموسم الشتوي الناس بدوا يعودوا للزراعه، يعني
هذه يعني لسه اسوء ما في التغيير. استاذ رحاب خلينا نختلف معك في يعني هنا في يعني يرى بعض المراقبين انه السودان لم يجني شيئا من السياسه الناعمه في السابق، يعني انك تكون على مسافه واحده من الـ من الـ من الـ من الجميع من جميع المحاور، لم يستفد السودان شيئا، وانما مشاكله الاقتصاديه لم تجد حل. العالم كله يعني سياسة المحاور هذه يتبعها الجميع، ما الضير في أن يتبع السودان هذه السياسة، سواء كانت محور السعودية مصر الإمارات أو محور قطر أو محور روسيا أو أمريكا أو غيرها من المحاور. وفي النهاية العلاقات بين الدول تقاس بالمصالح المتبادلة ولا تقاس بالبيانات. صحيح أن السودان في شكله الخارجي كان القرار يعني قرار سيادي، لكن في كثير من القضايا كنا نحس انه احنا موالين لواحد من المحاور، لا نستطيع ان ننكر هذا. يعني وش المصالح يجب ان لا تكون مقدمه على استغلال القرار؟ اثنين، السودان ده ما بلد فقير، عشان احنا يعني دي برضه من حياه الاعلام كلنا عملناها يعني في الجرايد وفي غرض قطري وغرض سعودي وكذا، وكانه السودان ده بلد شنو؟ بلد الموارد. بلد فقير، ما بلد، السودان بلد عنده موارد. وبرضو نعود لقصة الرئيس البشير، شايف الناس كده برضو الرئيس البشير ده قبل كده أول زيارة له للسعودية الملك السابق عبد الله سأل وقال له يعني نحن يعني إيش تطلب؟ قال له يعني قال له خيرنا كثير، قال له نحن برضو خيرنا كثير، تعالوا استثمروا في السودان، السودان ما يحتاجوا أن يستثمر إخواننا العرب ديال السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر في السودان لمصلحتهم ولمصلحة السودان. السودان لا يحتاج قروض وهبات ومعونات. صحيح، ويمكن هي دي المشكلات يعني اللي اوصلتنا لهذا الحديث اليوم، لانه احنا مع كل الموارد مع كل الموجود في السودان احنا دائما عندنا تحديات اقتصاديه مختلفه ومشكلات وصلت لحد لا يمكن السكوت عليه يعني، وده ده الجانب اللي احنا بنتكلم عنه الان. بنتحدث عن ايضا واحد من الاخبار الموجوده في الشروق هو الحديث عن الموسم الصيفي القادم واهميه توفير الجازولين والخيش وغيرها من الاشياء للموسم الصيفي. يمكن هي دي كمان واحده من تحدياتنا كانت في المرحلة السابقة، وجود الجازولين، الحديث عن التحديات لمدخلات الإنتاج وغيرها ما يخص الزراعة. ده أهم نقطة يمكن المجلس العسكري ينتبه لها جدا، لأنه حتى جزء من الاستقرار الحاصل الآن في ظل الاعتصام نتيجة لعمل يتعمل في المواسم الإنتاجية السابقة، كان الصيفي والشتوي. وأنا كنت يعني أتوقع إنه المجلس في الأسبوع الأول هي ما كون لجنه سياسيه، كون لجنه اقتصاديه او لجنه معنيه بالقضايا دي، لكن حسنا انه انتبه، لانه احنا على شارف موسم صيفي جديد ولسه برضه موسم الشتوي بعضه ما تحصد، لا زال الناس يحصدون القمح في الشمال وغيرها من البلاد، ولا زالوا برضه الناس بيعانوا من توفر الكاش لشراء المحصول له. يعني دي برضه من القضايا المهمه جدا يجب ان يكرس لها المجلس العسكري، انتقلوا ووزعوا نفسه للجان، يعني زي ما في لجنه سياسيه في لجنه اقتصاديه معنيه بالامر، لانه برضه في الاسبوعين دول برضه حصلت بعض ال بدت صفوف العيش في بعض الاحياء، ما تكون في كل الاحياء تزيد، يعني دي برضه قضايا زمان مرقوا الناس ليها، بس ما من المناسب انها تعود ثاني شنو؟ لانها بتدي مؤشر جيد انه المجلس ما ممسك بالقضايا الاقتصاديه والقضايا الخدميه، برضه انقطاع الكهرباء وفي قضايا كثيره جدا الان بدات تتردد، يعني محتاجين الناس يقفوا شنو؟ لكن حالتها بالتاكيد بتاخذ زمن، يعني لانه تتكلم عن نظام كان 30 عام يعني فعل ما فعل في يعني من اشكالات اداريه واشكالات اجرائيه في كثير من الخدمات عشان تقدر تعالجها. الايام الاخيره للحكومه دي كان في استقرار في الوقود وعلى الاقل نسبي، كان في استقرار في العيش، صحيح كانت مشكله في الكاش، نحترم انه كانت مشكله في الكاش ولا زالت يعني المشكله غايمه. عشان برضو الناس يكونوا منصفين ويكونوا شجعان، يعني النظام الثلاثين سنة العمل للبلد دي ما سهل، يعني كلنا نتاج ثورة التعليم العالي، كل الشوارع قاعدين في الميدان ده نتاج ثورة التعليم العالي، كل الأطباء الذين يعملون في الميدان مع بعض التحفظات، عشان برضو يعني نكون برضو منصفين، يعني ما في إشكالات كثيرة. يعني الناس لما يتكلموا عن صورة التعليم العالي باعتراف النظام نفسه، يعني في واحد من مهرجانات تشغيل خريجين قال والله يا جماعة احنا جبنا صورة التعليم العالي، لكن كانت واحدة من إشكالاتها انه في عدد كبير جدا من الخريجين ما لاقين وظائف، يعني في كثير من القرارات فعلا كان فيها إشكالات. وده برضه من الحياة الخطأ، شوف العالم ده كله، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مؤشر للاقتصاد بيقول لك العطالة كم، النسبة كم،
هسه ما في زول بيتعلم جامعه عشان توظف له وتوظف له، لانه ذاته العالم المتحضر الوظيفه ما بيلحقوها. طبعا احنا استاذ رحاب لو دخلنا في انه هي المشكلات والمقارنات والمغاربات حتكون يعني حيطول الحديث، لكن احنا خلينا نتحدث في جانب الان بما نتحدث عن يعني كان الحديث عن الموسم الصيفي. ما يستلزم يعني موسم صيفي ناجح، احنا تحدثنا عن التحديات المختلفه اذا كانت الجازولين او مشكلات مدخلات الانتاج، ما يمكن ان يعمل عليه المجلس العسكري الانتقالي لنكون ايضا احنا الان نتحدث عن مرحله لابد ان نعمل فيها باعتبار انه نحتاج للعمل اقتصاديا عندنا مشكلات مختلفه. المجلس في حاجه يمكن منتبه في الاستعداد للموسم الصيفي عنده كم قطور، اذا كان الخليج وعد بوقود وقمح ودواء، ما نحن الان عندنا مشكله تقاوي واسمده، يعني كنت اتوقع دي تدخل، عشان كده بنك السودان واللجنه المعنيه في المجلس حقه من بدري يبدو يفتحوا شنو، وانا كان قبل شهر قبل الاحداث دي كنت سمعت انه في عطاء فتحوا البنك الزراعي لاسمده حقه يركزوا في القصه دي، يعني لانه دي برضه بتضمن انه نحن ندخل يعني بعد ان شاء الله الازمه السنجلي وندخل بافضل، يعني ما يتراجع الانتاج، ده انا بالنسبه لي القضيه مهمه ان السودانيين ديل يعرفوا انه انتاجهم ده الزول البنتج بيلقى، يعني القصه دي قصه استراتيجيه واساسيه، والله كنت اتمنى ان الشباب ديل بناقشوا القصه دي لانها قصه مهمه ونحتاج لها، وفعلا الانتاج في المرحله دي بالتاكيد لانه يعني شوف اي دوله مهما اعطتك ما في دوله بتقدر تاكل دوله يعني حتديك لفتره معينه وبعد ذاك شنو؟ ونحن ما محتاجين يعني احنا بكل هذه الموارد بالتاكيد. استاذ رحاب طه الكاتب الصحفي المحلل السياسي، شكرا لحضورك لكل ما افدتنا به من تحليلات ومعلومات واراء، كثر خيرك.